أهدي الورد لأهل الورد، وصباح الشوق لأهل الذوق، وصباح الهنا لعيلتي أنا، عيلتي اللي هي سندي وظهري ومساعدتي والأمان بتاعي، العيلة اللي بتربطنا ببعضنا، إخواتي بتربطني بيهم قوة الدم طبعا، عيلتي وأسرتي هي المكان الوحيد اللي بحس فيه بالأمان عن الدنيا كلها. عملت النهاردة تورتة بسيطة وظريفة قوي، عشان كده مش عشان الفالنتين، اكيد انا مش هحتفل ببني ادم، يعني الفالنتين ده بالفالنتين ده راجل اسمه فالنتينو او فالنتين، يعني مش هنقدسه قوي. هو مسمى بيمر علينا عابر، كتر خير الراجل ان هو عمل لنا يوم كده يفكرنا ان احنا بنحب بعض وبنحب الناس، و كيوم مختلف ويشكر على الموضوع ده بصراحة. اكتر من كده هو مروش عندنا حاجة. فهنعمل النهارده سبونش كده، هنعمل منه تورته 4 ادوار، وهنعمل الدور الرابع ده، هنصب الدور الرابع بطريقه غريبه جدا بس هتعجبكم قوي. تابعوا معانا الفيديو الاخر. انا بهدي التورته دي لماما وبابا واخواتي وزوجي وبناتي وكل الناس اللي بتحبني وانا بحبهم. تعالوا مع بعض، بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنشوف مقاديرنا. اول حاجه معايا هنا كوبايه من السكر الدقيق، نص كوبايه سكر، ربع كوبايه زيت، 4 معالق كبار من النشا، معلقة كبيرة من الخل، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، والخل اللي انا بستخدمه اللي هو هاينز، خل خام جدا حلو وشديد قوي. كل المقادير دي عليها كوباية مية صغيرة و4 بيضات عفوا، وفي كمان رشة ملح، وفي كمان الفانيليا ونقطة أصانص جوز هند. دول انا ما حطتهمش في المقادير، هحطهم واحنا بنشتغل ان شاء الله. الدقيق هيتنخل كويس جدا 3 مرات عشان ادخل فيه اكبر كميه من الهواء. هجيب معايا طبق نظيف او بوله نظيفه تكون ناشفه تماما، هحط بسم الله الخل، وفوق منه هحط السكر. السكر حبيبات مش بودره، يعني السكر اللي موجود عندك. ودلوقتي هحط معايا البيض. الغلطه اللي انا غلطتها دي باكسر البيض بره عشان ايه الزروطه دي ما تحصلش. اكسر البيض بره وحطيه. حطيت كده 4 بيضات، وبعد ما حطيتهم هبدأ احط رشة الملح. ورشة الملح دي ايه فايدتها؟ سنة عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ده رقم 1. رقم 2 ان هي بتكسر طعم السكر، ما يبقاش فيه، ما تجزعيش منه. تالت حاجة ودي اللي بتبقى مع البيض اساسية، ان هو بيرفع البيض معايا، بيخليه يضرب بسرعة. انا بس معلش البيضتين اللي شايفينهم دول لقيتهم صغيرين، فحطيت كمان بيضتين، لان البيض لازم يكون حجم كبير، هحط منه 4. لو الحجم بتاعه زي ما انت شفتي بتاعي كده هتحطي 6. هبدا بسم الله الرحمن الرحيم اضرب الحاجات دي كلها كده مع بعضها، وبعدين هبدا اضيف رشه صغيره من الفانيليا البودره، معلقه صغيره من الفانيليا السايله، ريحتها ما شاء الله رائعه، وكمان 3 نقط كده من اصانص جوز الهند. وهتحس بالفرق جامد جدا بين بريحه الاصانص مع الفانيليا السايله. بعد كده هضربهم كلهم وهصب الزيت سرسوب زي ما انتم شايفين كده، وهرجع اضرب تاني، وكمان هرجع احط الميه وبرده شويه بشويه مع الضرب. هبدا هنا كمان هنخل بقى الباودر مع الدقيق مع النشا، هنخلهم مع بعض وهحطهم كده. وهبدا بسم الله بالمعلقه اقلب من تحت لفوق. النشا اهي انا حطيتها عشان تبقوا شايفينها، خلصتهم دول مش فاكر يعني تقريبا 3 كوبايات نشا. هقلب كده زي ما انتم شايفين، الفرن بتاعي بسخنه. هنا هحط ورقه زبده وهدهنها زيت، وبعدين احط الخليط بتاعي، هيدخل الفرن، هيقعد هخبطه خبطه كده الاول قبل ما يدخل الفرن عشان اتخلص من الفقاعات. هيدخل الفرن بالظبط 15 دقيقه وبعدين اطلعه زي ما انتم شايفينه بالشكل ده. ممكن لو انت حابه تعمليه سويس رول هتلفيه اول ما يطلع على طول من الفرن، لكن انا هعمله سبونش عشان خاطر اقسمه واعمل منه التورته الحلوه اللي انتم شفتوها في الاول دي. هاخد معايا كده بقى الاسبونش بتاعي وهسيبه يهدى خالص. بصوا ما شاء الله من تحت عامل ازاي، هو ما تفتكرش ان هو ابيض من فوق يبقى مستواش، لا هو كده استوى. وانا كان في شويه فايدين كمان كده عملتهم في الصينيه القلب دي زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هبدا اقلب الاسبونش بتاعي وهشيل ورقه الزبده وهسيبه يهدى شويه عشان اجيب اشوف بقى انا عايزه ارسمه ازاي، او عايزه اعمل اسبونش على شكل ايه. انا لما حطيت الصينيه بقى دي كده قلت خلاص هعمل سبونش على هيئه القلب. فضيت الكيكه بتاعتي اللي كانت في الصينيه وهبدا على اساسها، هي اتهرت كده من الجناب مش مشكله، كل ده بيتلصم وبيتدارى في الكريمه، فما تقلقيش وتقولي باظت، لا هي ما باظتش، مفيش حاجه معانا بتبوظ ان شاء الله. هبدا احط القلب كده على السبونش وهاخد منه
بالسكينه كده بالشكل ده. لو مش عندك صينيه قلب ممكن تجيبي كرتونه، كرتونه زيت، كرتونه سكر، اي كرتونه عموما، ويرسمي عليها القلب وحطيها على الكيكه او الاسبونش ده، وابداي قطعي كده زي ما انت شفتي بالسكينه. انا كده خدت واحده، فمعايا كده اول دور، هاخد كمان واحده، هاخد كمان القلب ده وهروح على الجنب التاني وهبدا اقسم كمان. هنلصم الدنيا وهنظبط كل حاجه. بصوا هعملها زي ما انتم شايفينها بالشكل ده كده، وهبدا اقطعها بالراحه برضو على شكل القلب، وانا برص بقى وبزين وكده هنظبط الدنيا اكتر ان شاء الله. اهي هي كده معانا 3 ادوار اهي. هوريكم بقى كمان هنعمل الدور الرابع ازاي. الفانيليا السايله مع الاسانس عامل ريحه بسم الله ما شاء الله رائعه رائعه بجد والله، نفس ريحه وطعم محلات الحلواني عرفتها من التكه دي، جت معايا كده. دلوقتي انا هحط معايا معلقتين كبار من مربى الفراوله، المربى دي ميد ان بيت يعني انا اللي عاملاها بايدي، ان شاء الله هعمل لكم فيديو قريب عنها. بخففها كده بشويه ميه صغيرين عشان خاطر تقدر تتشرب للكيك، لان انا مش هحط على الكيك بتاعي سيرب او شربات او ميه بسكر ولا حاجه من دي خالص، انا هكتفي بالمربى اللي انا هحطها والكريمه. هحط ورقه زبده كده عشان خاطر احط عليها اي فروله اي حاجه هتنزل ما تبهدليش الصينيه من تحت، وبعد كده هبقى اشيلها. بحط اول طبقه كده معايا المربى اللي انا لسه مخففاها بشويه ميه صغيرين، ودلوقتي دي الكريمه ضربتها، انا جايبه نص كيلو كريمه بحط عليهم شويه ميه صغيرين، يعني نقول مثلا كوبايه ميه كبيره وسقعه قوي او كوبايه لبن لو حابه، ونص كوبايه سكر عشان انا مش حابه مسكره بصراحه، عايزين ممكن تحطوا كوبايه سكر عادي، سكر خرز يعني حبوب، وتضربوها كويس قوي قوي مع بعض، هيسيح ما تخافوش، لكن السكر البودره بيخلي الكريمه تسيل وتسيح معاكم بسرعه. حطيت الكريمه طبقه تقيله وتخينه كده، وبعد كده هبدا ارص الطبقه الثانيه اللي هي القلب اللي معانا الثاني ده. بصوا ما تقلقوش خالص وتقولوا لا هتبقى مهريه من جوه، هوريكم شكلها عامل ازاي من جوه تحفه، والله مستحيل حد يصدق انه التورته فيه حاجات مهريه كده. وبعدين هبدا اغطي تاني بطبقه كريمه محترمه كده، ما تبقيش بخيله، كتري عشان تبقى الحاجه حلوه. وبعدين احط القلب التالت اهو، والغلطه اللي انا وقعت فيها انه القلب التالت ده انا حطيته كده، انا كنت عايزه احطه في الاخر، لكن لما لقيت عندي كميه الاسبونش لسه ممكن تعمل كمان دور فعملتها، بس والله طلعت حلوه قوي. حطيت طبقه الكريمه وهبدا اساوي الاسبونش بتاعي كده او التورته بتاعتي كده عشان تبقى كلها سوا واحد من الجناب، وهمشي كده اتخلص من اي زيادات، الزيادات دي مش هتترمي، يا اما تخلطيها بشويه مربى وكريمه وفواكه كده وتاكليها بالمعلقه، يا اما تعمليها شوكليت بوبس اللي هي تكوريها في خله وتحطيها في شوكولاته. اهو الدور الرابع اهو، خدت كل بواقي الاسبونش اللي عندي وبقيت امشي على هيئه القلب كده لحد ما بقى بالشكل ده. بصوا بقى كده عندي 4 ادوار والله تحفه، والله العظيم حلوه قوي. دخلتها التلاجة حوالي 3-4 ساعات، انا بيتها بصراحة، عملتها كده بالليل ودلوقتي انا بزين فيها، ده تاني يوم. حطيت الصينية تحت زي ما انتم شايفين كده عشان اعلي بيها الكيك بتاعي، وهبدأ اغطي بقى التورتة كلها بالكريمة، وكمان هغطي الصينية، ودي لعبة كده خفيفة بتخلي المنظر احلى. وبعد كده انا جبت شوية كريمة خدتهم حطيت عليهم نقطة لون احمر وبالمعلقة كده قلبتهم عشان يدوني اللون البينك الهادي قوي ده. بعد ما عملت الوردة اللي انتوا شايفينها دي بصراحة انا يعني محبتهاش، انا ما شدتش الكريمة قوي او ما سويتهاش قوي لانها كده كده هتتغطى. مسحتها بقى، بصوا خليت الموضوع كله كريمة، التزيين او التزويق ده بقى انتي ورغبتك يعني على حسب ما انتي بتحبي اعملي بقى، ده الفن كله والابداع معاك انت بقى، جودي براحتك. انا بصراحه انا كنت عايزه اعملها بقى فواكه ومش عارف ايه والحاجات دي، بس مش عارفه انا بحب الحاجات السرياليه بتطلع معايا حلوه قوي، يعني انا قلت همشي كده مع نفسي كده اشوف ايه، لقيت لما عملت الموضوع عشوائي طلع معايا لذيذ جدا. تزويني بقى، انا هنا عندي فراوله وعندي تفاح وعندي كيوي، قطعت انصاف الكيوي وهحطها كده هلزقها على الصينيه من تحت. كان ممكن تعملي على الجناب دي ممكن تبشري شوكولاتة بيضة وتحطيها، ممكن جوز هند، ممكن شوكولاتة مبشورة زي ما تحبي، انا عملت كده وحطيت الفاكهة بسرعة زي ما انتوا شايفينها كده. طبعا التزيين ده براحتك انتي، هو ممكن يكون الفراولة مش ماشية قوي مع الهيصة المعمولة تحت دي، لكن بنتي بقى ايه قالت انا هعمل دي فسبتها،
وانا كملت اللي فوق زي ما انتم شايفين كده. عندك بقى ممكن تحطي فارماسيل، ممكن تحطي سبرينكلز، ممكن تحطي تقسميها تعمليها جناش شوكولاته وفانيليا، ممكن زي ما انت عايزه بقى، انت حره، كل واحد وذوقه. هي طلعت معايا كده وكان يوم حلو ووقت جميل قضيناه مع بعض. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. لو اول مره تشوفوا القناه ما تنسوناش باللايك والشير والسبسكرايب، اضغطوا علامه الجرس عشان اي جديد يوصلكم ان شاء الله. اعملوا الحاجات الحلوه دي في بيوتكم، هتوفر عليكم كتير جدا جدا. واديكم شايفين احنا عملنا 4 ادوار من ما فيش حاجه خالص، وظبطوا بقى. وممكن تزودوها تعملوها مثلا بشوكولاته. بصوا الطبقات عامله ازاي، مستحيل تصدقوا ان دي كانت فيها دورين مهريين او كده. بصوا ما شاء الله حلوه قوي ازاي. يا رب يكون الفيديو افادكم وعجبكم. جربوا اللعبه اللي احنا عملناها دي، هتعجبكم جدا جدا جدا. نسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.